السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا أول تسجيل صوتي يتم فيه شرح المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى بالنسبة لمادة إنتاج واحد اللي هي كانت حوالي 5 صفحات في الشيت الأول، أتكلم على البرفوريشنج وعلى والكمبليشن ومقدمة بسيطة جدا على البرودكشن إنجينيرينج. طبعا الحاجة المهمة اللي بنقولها لجميع الطلبة أن الامتحان سواء كان جزئي أو سواء كان فاينل حيكون من داخل الشيت. بالنسبة للباوربوينت حيكون مجرد شرح فقط، لكن امتحان سواء جزئي أو فاينل حيكون من داخل الشيت. الامتحان بإذن الله حيكون سهل مش صعب نظرا للظروف اللي تعرض لها قصص الكورونا والحظر والأمور الأخرى. فزي ما قلت حيكون من داخل الشيت مش مخرج الشيت، بإذن الله حيكون سهل. إذا كان في شيء مش مفهوم في الشرح يحاول طالب أن يتواصل معي ونوضح له، لكن بالنسبة للشرح أونلاين اللي نقدر ندير عليه نحاول نديره، والطالب لازم عليه أنه على الأقل شيء يترجم ويحاول يقرأ. فنبدأ بإذن الله أو أول جزئية اللي هي الانترودكشن. الانترودكشن اللي الصفحة الأولى في الشيت الأول تتكلم عن الأويل برودكشن، مجرد مقدمة بسيطة جدا تشرح فيه الأويل برودكشن. الأويل برودكشن can be described as the activity that take place on the completion of well drilling when a large quantity of recoverable oil has been found to the point where it's sent to the oil processing facilities to refined or treated for shipment to the customer. يعني oil production هي عبارة عن جميع الاكتيفيتيز النشاطات التي تتم بعد حفر البير، تتضمن الويل كومبليشن، تتضمن الورك اوفر، تتضمن البرفوريتنج، هذا كله داخل تحت البرودكشن انجينيرينج، الى ان يتم استخراج النفط وضخه سواء كان للتكرير او سواء كان الى التسويق. هذه بصفه هذه بشرح بسيط جدا اللي هي شنو الاويل برودكشن. من ضمن العمليات اللي تدخل تحت الاويل برودكشن اللي هي شنو، اللي هي الويل كومبليشن اللي هي عمليات تتم بعد حفر البير مباشرة، تبدأ بالبرفوريتنج وتنتهي إلى عند وضع البير على خط الإنتاج. هذه هي اللي هنشن عمليات الويل كومبليشن. فالجزئية الثانية الويل كومبليشن تتكلم على حفر البير اللي هو first hole is drilled to in the ground to the depth below where oil or gas is trapped. يعني تبدأ بحفر البير إلى التارجت المطلوب، الدبث المطلوب اللي موجود فيه الأويل والله الغاز. بعد عملية الحفر in the drilling process the hole is lined or cased with a large diameter pipe that is screwed together in sections. This pipe is called production casing. البرودكشن كيسينج شنو هو؟ هو هذا تعريفه اللي هو شنو، عبارة عن large diameter pipe يمتد من الدبث اللي هو من العمق المطلوب إلى السيرفس، اللي هو هذا يسمى فيه البرودكشن كيسينج. البرودكشن كيسينج يغلف الفورميشن اللي موجود فيها الأويل أو الغاز. السمنت is pumped into the space between the outside of the casing and the inside of the drill hole. السمنت اللي هو لازم يكون موجود ما بين الفورميشن الطبقات وما بين الكيسينج. يعني انت لما تنزل كيسينج مش هتخليه فري قاعد من غير اي طبقة عزلة او من غير اي شيء يكون عازل عن طبقات، فلازم يتم ضخ سمنت بحيث انك تضمن مش حيخش عليك اي اشياء اخرى سواء كان غاز ولا اويل او اي شيء اخرى يدخل على البير. The cement secures the casing to the rock and seals the face of the rock. هذه هي وظيفة السمنت، وظيفة بسيطة جدا اللي هي secures the casing to the rock and seals the face of the rock. يعني عبارة عن يغلف الكيسينج من جهة الصخور، وكذلك يغلف الصخور، يغلف الواجهة الصخور اللي هي واجهة الصخور اللي هي شنو، اللي هي تقابل في الكيسينج. فهذه هي وظيفة شنو السمنت. Liquids or gases cannot flow from the rock into the hole or into nearby rocks. ويمنع السوائل، جميع أنواع المية أو غيرها والغازات اللي غير مرغوب فيها، من أنها تتدفق من الصخور إلى داخل البير. هذه هي وظيفة شنو السمنت، يغلف الكيسينج ويمنع تدفق الغازات ولا السوائل إلى البير. So far we only have steel lined hole in the ground full of drilling mud. يعني آخر شيء من مراحل الحفر وانتهاء الحفر يكون موجود داخل
الكيسينج داخل الكيسينج مش خارج الكيسينج، لازم جماعة الحفر يسيبوا الدريلينج مد بحيث انه يضمن، بحيث انه يضمن البير يكون سكيور سيف. فهذه بالنسبة للجزئية الاولى من المحاضرة الاولى. نجو مثلا الموضوع اللي هو موجود في الشيت اللي هو صفحة رقم الصفحة الثالثة تقريبا، اللي هو البرفوريتينج. البرفوريتينج اللي او زي ما بالعربي معروف اللي هو التثقيب. التثقيب اللي هو الغرض منه اللي هو عمل عبارة عن حفر صغيرة في الكيسينج لغرض تدفق الاويل من فورميشن الى الهول بور اللي هو تحت اللي في الكيس تحت في الهول في البير من تحت. ثم بعد ذلك اذا كان البير ينتج انتاج طبيعي ممكن يصل الى السيرفس، اذا كان ينتج عن طريق المضخات او بالغاز ليفت حيتم استخدام طرق الرفع الصناعي لضمان وصول الاويل الى السيرفس. فممكن حنحاول نترجم الكلام اللي موجود في الشيت. Holes or channels have to be made to let the oil or gas flow from the rock into the well. اللي هي مقصود بعبارة عن حفر أو تشققات يتم عملها في الكيسينج لوصول الغاز أو الزيت إلى البير. This done with perforating gun. طبعا يتم استخدام الشيء يسمو فيه perforating gun لعمل التثقيب. The gun has special explosives called chape charges. Chape charges اللي هي زي ما نحن نسمو فيه بلغتنا الدارجة اللي هو الطلقات أو الرصاص اللي هي اللي تسبب ثقب داخل الكيسينج. هي اللي تسبب ثقب داخل الكيسينج. The chape charges direct a super hot stream of gas at the casing. مع وجود هذه chape charges هذه اللي هي الطلقات يكون معاها اللي هو سوبر هوت ستريم اللي هو زي ما نقولون احنا بخار ساخن جدا بحيث انه يأثر في الكيسينج. This gas stream melts اللي هو يسبب في ذوبان او صهر الكيسينج وكذلك the cement and some of the rock to leave a hole or channel. يعني يأثر في الكيسينج، يأثر في السمنت ويمشي في الفورميشن مسافة معينة بحيث انه يسبب في ثقوب فيتم ضمان تدفق الأويل إلى السيرفس. The fluids in the reservoir rock can now flow into the well. يعني الموجودة في الرزفوار اللي سواء كان غاز أو أويل عن طريق التثقيب هذا يتم تدفقها إلى البير. The perforating can be done before an equipment is run into the cased hole or after. يعني إن البرفوريتينج عملية التثقيب هذه يمكن أن تتم before an equipment is run into the cased hole. يعني قبل ما تنزل تيوبينج أو تنزل باكر زي ما موجود عندكم في الصورة هنا موجودة في الباوربوينت اللي هي هنا قبل عملية تنزيل التيوبينج ولا الباكر كذلك or after all equipment is already set in the hole أو بعد تنزيل التيوبينج والباكر ينزلوا البرفوريتينج جان لتمر عن طريق التيوبينج وتصل للهدف للتارجت اللي هو العمق المعين تقوم بعملية التثقيب. Then perforating gun is fired. The perforating is done very quickly in microsecond. عملية التثقيب تتم بسرعة عالية جدا. طبعا مبين في الشيت فيه رسمة مبينة اللي هي البرفوريتينج جان فايرينج اللي موجودة. شوف على إذا كان تشوف الصورة تحت في البير من تحت اللي هو البرفوريتينج جان. حنحاول ننزل فيديو صغير يوضح عملية التثقيب وكذلك صورة موجودة عندكم في السلايد اللي تكلم عن البرفوريتينج. Once the surface section of the well is drilled, the drill pipe is pulled out of the hole in order to lay the casing. This is done for environmental reasons to hydraulically seal the formation layers containing aquifers from the flowing hydrocarbons later on, once the well is completed. The casing string is made of numerous joints of the same size screwed together at the collar.
The casing pipe is selected according to its outer diameter, its wall thickness, its length, its weight by unit length, and the grade of steel it is made of. The selection of grade of casing depends on several variables, including the size of the hole, the rugosity of the drilled hole, the expected pressure of the flowing hydrocarbons, the H2S content, as well as the economic considerations. Once the entire weight of the casing string is solely suspended by the hangers, the casing is considered laid in place. In order to secure the laid casing string to the formation, cement is pumped through the casing shoe at the bottom of the well, letting the cement flow between the casing and the formation. To allow further operations in the well, the cement requires sufficient curing time. Once the cement has dried, the seal of the aquifers would be established. The drilling then continues through the wiper plug, the casing shoe, and the cement at the bottom of the hole until the desired depth is reached. This is called total depth, or TD, and is where the pay zone is anticipated. To evaluate the presence and economic feasibility of this pay zone, the drill pipe could be equipped with logging while drilling tools to evaluate the formation while drilling. It is a common practice to lower wireline logging tools to evaluate the formation and determine the economic feasibility of the drilled well. This is done by logging the anticipated pay zone through various types of sensors to determine the key properties of the zone. After the pay zone has been determined and deemed feasible, the wall needs to be prepared to extract the discovered hydrocarbons. This process is known as the completion of a well. A common completion method requires inserting a casing string into the newly drilled open hole to prevent the borehole wall from caving prematurely during the various steps of completion. To allow further operations in the well, the cement requires sufficient curing time. The cementing process is not always a flawless operation, and the resulting cementing job might contain some bonding issues that would undermine the strength and integrity of the casing, especially during perforation. The bond of this cement with the formation and with the casing is evaluated using a cement evaluation wireline tool. This tool determines whether the cement job is optimal. If not, further remedial operations are required. To establish a path with the hydrocarbons stored in the pay zone, a perforating gun is now lowered to the target depth. Wireline is the preferred conveyance method for short and light gun strings. To deploy long and heavy gun strings, a technique referred to as tubing conveyed perforating, or TCP, is required. Using sensors part of the gun string, the guns can be accurately positioned in front of the targeted reservoir. The charges in the gun are now ready to be ignited using the surface perforating control equipment. Once the correct depth has been confirmed, the gun is fired. The charges in the gun explode, providing a path through the formation, the cement, and the casing to the production tubing. The perforating gun is then pulled out of the hole. Now, the well is perforated and the path has been established between the stored hydrocarbons and the wellbore. While the drilling rig is still in place, production tests are performed to confirm the commercial viability of the reservoir before the production string is installed in the well. A typical production string is made of a tubing string that includes a packer near the bottom end. The production packer is installed above the top of the perforations to ensure that the flowing hydrocarbons reach the surface only through the production tubing.
before the drilling rig is dismantled and moved away to its next location. The wellhead equipment, commonly referred to as the Christmas tree, is installed on top of the well. With the well completed, the production of hydrocarbons can begin. These hydrocarbons will fill storage tanks or feed pipelines until the day when the production rate has diminished and the well is plugged and finally abandoned. نجول للجزئية الثانية في الشيط الأول اللي هي الكمبليشنز. الكمبليشنز أو استكمال الأبار. طبعا في الشيط موجود عبارة عن نوعين ورسمتين تمثل السنجل اللي هو واحد فقط وتمثل الثاني اللي هو دوال كمبليشن اللي هو إنتاج من طبقتين. قبل ما نتكلم عليهن هالاثنين نبي نعرف شنو هو الكمبليشنز، شن معناه الكمبليشنز. الكمبليشنز اللي هي استكمال الأبار شن تعني؟ استكمال الأبار اللي هي تعني بصورة مبسطة وسهلة اللي هي عملية أو بمعنى أصح اللي هي العملية اللي تجعل البير ينتج بعد الحفر جاهز للإنتاج. يعني لما توقف الحفر وتبتب زي مثلا البرفوريتينج، البرفوريتينج هو عملية من عمليات استكمال الأبار اللي هي بحيث نقدر برفوريتينج في الكيسينج فيكون جاهز لتدفق الزيت والأويل إلى السيرفس. فهذا هو من ضمن عمليات الكمبليشن. لما جول التصنيف اللي موجود عندنا هنا اللي هي سينجل ودول اللي هي ما هو نوع الكمبليشن، ما هو النوع المستخدم في الأبار. عندنا سينجل اللي هو إنتاج من طبقة واحدة والدول اللي هو إنتاج من طبقتين. ما نبيكش مثلا دوخ ما بين تقول لا السينجل كومبليشن دول كومبليشن هو عملية استكمال الأبار وهل تندرج تحت مثلا كله يندرج تحت شنو؟ تحت الإنتاج الكومبليشن الورك أوفر أوبريشنز اللي عمليات صيانة الأبار كلهن تندرج تحت شنو؟ تحت عمليات الإنتاج. الكومبليشن في منه سينجل موجود في الشيت في الرسمة وفي منه دول. السينجل اللي هو which produce from single zone or formation ينتج من طبقة واحدة فقط، موجود في الرسمة واضحة اللي هي ينتج من وين؟ من طبقة واحدة فقط، موجود الطبقة اللي ينتج منها موجودة اللي هي زون 1. الدول كومبليشن اللي هو بين قوسين the most common type of completion اللي هو زي ما قول الكومبليشن المستخدم بصفة أكثر من السنجل which produces from two different zones of formation up to the surface through separate pipes. يعني ينتج من طبقتين through separate pipes اللي هو من خلال two pipes منفصلات على بعضهم، كل واحد عنده باكر وكل واحد عنده تيوبينج. لو تشوف في الرسمة فيه تيوبينج خاص بالزون الأولى ومعها باكر وكذا بعدها يجيك الزون الثانية اللي هي موجود فيها perforation فيها فوق باكر وفيها بعد اللي هو يسمى فيه الدول باكر وموجود شنو التيوبينج اللي ينتج للطبقة الثانية. فبصورة بسيطة سينجل زون أو سينجل كومبليشن اللي هي ينتج من طبقة واحدة، الدول كومبليشن اللي هو ينتج من طبقتين كل واحدة عندها باكر وكل واحدة عندها تيوبينج. أحيانا في بعض فيه بعض الأبار يكون فيه الانتاج من طبقتين لكن باكر واحد او تيوب من تيوبينج واحد، فهذا يسموه فيه سنجل كومبليشن ما يسموش فيه دول كومبليشن. دول كومبليشن لازم يكون عندك شنو انتاج من طبقتين كل وحده لها باكر خاص بيها ولها تيوبينج خاص بيها. طبعا حيكون فيه فيديو او صور حتكون موجوده في الشرح. فيه مثلا كل واحدة لها مميزات ولها عيوب، زي مثلا السنجل كومبليشن ايزي تو انستول اند ورك اوفر فيهاش كثرة مشاكل، كذلك اقل تكلفة. بالنسبة للدول كومبليشن اكثر تكلفة واكثر تعقيد من ناحية السيرفس فوق في الويل هيد لكن انتاجيتها اعلى
من single zone. إنتاجية أعلى من single zone. single zone إنتاج أقل من dual completion.